وحيدة تعز إلا من جرحها. هؤلاء الذين أزهرت جراحهم في تلال هذه المدينة المحاصرة بالميليشيا والنسيان. فصل جديد من الألم المتجدد كل يوم في هذه المدينة التي تشكو تدهور الأوضاع الصحية وانعدام الخدمات الطبية في ظل الحرب المستمرة التي لا تزال تضاعف أعداد المصابين. جرحى تعز في تزايد يوميا ناتجة عن استمرار الحرب الدامية، إضافة إلى القذائف التي تصل إلى المدينة والتي يذهب ضحيتها المدنيين، في ظل ومع ضعف الخدمات الطبية وانعدام الكثير من الأدوية والمستلزمات الطبية، وجد كثير من الجرحى يعتبرون في عداد المنسيين، كما أن الكثير من الجرحى يحتاجون إلى سفر لإكمال علاجهم في الخارج ولا معين لهم، كل ذلك بسبب استمرار الحرب الدامية في تعز. يجسدون معاناة تعز وتضحياتها والمئات منهم بحاجة ماسة للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج في ظل التدهور المتسارع لحالتهم، بينما يشكو الآلاف من جرحى الجيش الوطني إهمال الحكومة والجهات الرسمية لهم. لماذا الإهمال لجرحى تعز والمقاومة الشعبية بشكل خاص؟ لماذا لا يهتمون بملفاتهم بتسفيرهم إلى الخارج؟ لماذا لا يعطون مستحقاتهم؟ أطالب من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للنظر لهذا الملف، لأن الوضع كثير داخل تعز من الجرحى وكثرة الإصابات، وهناك إصابات تتطلب إلى العلاج بالخارج وبالقريب العاجل. تنديد دائم ونداءات استغاثة عبر كل الوسائل، منها الوقفات الاحتجاجية، لكنها لا تقابل إلا بمزيد من إهمال الحكومة والتحالف معا لهذا الملف الإنساني. الصورة التي لا تغيب عن جرحى المدينة بينما غابت ملفاتهم متنقلة بين أيدي المعنيين، وهو ما ينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية التي تعيشها هذه المدينة. ما بين مطرقة تدهور الوضع الصحي وسندان إهمال الحكومة الشرعية يعيش جرحى مدينة تعز، وهو ما يترك تساؤلات عدة، أهمها إلى متى ستظل الحكومة الشرعية تصم آذانها وتغض بصرها عن جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية؟ حمزة أمين لبرنامج المنصة تعز.